الحديث يكون صحيحا إذا استوفى 5 شروط، إن كان له إسناد يستوفي شروطا 5. الشرط الأول هو اتصال الإسناد، بحيث أن لا يكون هناك انقطاع في الإسناد، أي أن يكون كل راوي قد سمع ممن روى عنه، فبذلك يسقط الانقطاع والتعليق والإرسال والمعضل، وكذلك يخرج من ذلك المدلس والذي فيه إرسال خفي. الشرط الثاني أن يكون الرواة كلهم ثقات ضابطون، أي يحفظون ما يؤدونه من يوم سمعوا هذا الحديث حتى يؤدونه، لا يكون هناك فترة اختلال في الحفظ، فيكون ضابطا سواء كان حافظا في صدره أو كان يضبط ذلك في كتاب. وهذا هو الشرط الرئيسي في هذه المسألة. الشرط الثالث العدالة. العدالة بحيث أن يكون كما عرفت، أن يكون كل راو في الإسناد ممن لم يأتي بكبيرة ظاهرة ويجتنب كثير من الصغائر، ولا يكون عنده فسق ونحو ذلك، أي ممن تقبل شهادته في المحاكم عادة، هذا يسمى العدل. هذه الشروط الثلاثة قد اكتفى بعض العلماء بها في تحديد الصحيح، والمحققون قد زادوا عليها شرطان. الشرط الرابع وهو الذي نسميه عدم وجود شذوذ، والشذوذ هو أن يخالف الثقة من هو أوثق منه، أي أن الراوي إن استوفى شروط الضبط والعدالة ونحو ذلك فإنه قد يسهو، الإنسان ليس بمعصوم من الخطأ، قد يخطئ، فكيف نعرف خطأه بمقارنة روايته مع رواية غيره من الثقات؟ فإن اختلفوا في الرواية في طريقة الرواية فإننا نقدم الأحفظ وإلا العدد الأكثر ونحو ذلك ممن يترجح أن ما أدوه هو أصح مما أداه مخالفهم، فيكون الذي خالف روايته شاذة. فهذا الشرط الرابع، أن لا يكون هناك شذوذ في الإسناد. والشرط الخامس أن لا يكون هناك علة. العلة هي سبب خفي لا يظهر لكثير من الناس في صحة الحديث ولكنه يعل الحديث. والعلل لها أبواب كثيرة، من الطرق في معرفة العلل هي تتبع أسانيد الحديث وجمع الروايات وتشجيره، رسم شجرة كاملة حتى نعلم مواضع الاتفاق ومواضع الاختلاف بين الرواة، وكذلك دراسة كل راو ومنزلته في الحفظ ونحو ذلك، ثم بعد ذلك يحكم هل حفظ هذا المتن أم لم يحفظ المتن، هل أخطأ في الإسناد أم لم يخطئ في الإسناد، لأن العلة قد تكون في السند وقد تكون في المتن. فهذه الشروط الخمسة إن استوفاها الحديث فإنه يكون صحيحا، نقول له صحيح، حديث صحيح. عادة إن قلنا إسناده صحيح فمعناها أننا اكتفينا بالشروط الثلاثة الأولى، أي الإسناد متصل، الرواة كلهم عدول وضابط ثقات. إذا استوفينا هذه الشروط الثلاثة فنحكم على الإسناد بأنه صحيح. هلا عادة إن كان العالم متبحر في علم الحديث فإنه يبحث عن المسألتين المتبقيتين وهي العلة والشذوذ. إن لم يظهر له شذوذ ولا علة فيقول إسناد صحيح، وبالنسبة له يكون الحديث صحيح كما قال الحافظ ابن حجر وغيره، أي يعمل بالإسناد الصحيح ما لم تظهر فيه علة أو شذوذ. أما إن ظهر بعد ذلك له علة أو شذوذ فإن الإسناد وإن كان إسناده صحيحا فإنه يكون ضعيفا معلولا ونحو ذلك. فلذلك بعض العلماء بعض المحدثين من باب الورع يقولون إسناد صحيح، لا سيما إن كان لم يطلع على جميع الأسانيد أو كثير من الأسانيد، فإنه يقول هذا الإسناد الذي أمامي إسناده صحيح، أي إسناده متصل ليس فيه انقطاع، الرواة ضابطون الرواة عدول، اكتفى بهذا، يعني كفانا الشروط الثلاثة الأولى. ثم بعد ذلك يدرس هل فيه شذوذ هل فيه علة، هذه تتطلب تبحرا أكثر وعملا أكثر للبحث عن الشذوذ والعلة. ولكن الأصح بأنه بالنسبة للمحدث إن قال إسناد صحيح فإنه يعني أن الحديث صحيح، وإلا لذكر علته، لو كان فيه علة فيقول رجاله ثقات إلا أنه معلول، أو قد يقول أيضا إسناد صحيح إلا أنه معلول، قد يقول ذلك، أو يقول إسناد مرسل صحيح، أي أن الإسناد رجاله ثقات إلا أن فيه علة وهي الإرسال مثلا، وهو الانقطاع في الطرف الذي من جهة النبي صلى الله عليه وسلم، كان يروي التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا لم يسمعه منه. فهذا هو تفصيل قولهم إسناد صحيح وحديث صحيح، هذا الفرق بينهما، والله أعلم.